اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثالثة إعدادي المسلك العام أو المسلك الدولي. كنا شفنا عدة مقاطع بالنسبة لندمة معادلتين من الدرجة الأولى من مجهولين، شفنا تعرفنا على معادلة من الدرجة الأولى من مجهولين، طريقة الحلول إلى آخره. وغادي تلقاو في الوصف ديال الفيديو لي ليان ديال لي بارتي اللي فاتوا من قبل. وشفنا في آخر حصة la résolution d'un système par la méthode de substitution. يعني حل نظام بطريقة التعويض. وشفنا الأوبجيكتيف ديال طريقة التعويض شنو هو؟ يعني نحسبوا أحد المجهولين بدلالة الآخر في إحدى المعادلتين، ثم القيمة اللي لقاوها نعوض بها ذاك المجهول في المعادلة الثانية. وكان باقي لنا واحد التمرين تطبيقي. résoudre les systèmes suivants. حل النظمات التالية. On a 4 systèmes, il y en a 4 diagnosmates. On a dit qu'on a fait l'exercice d'application. La résolution des premiers systèmes. Moi, je vais vous dire les systèmes qui ont été faits. On va vous dire que c'est un peu. Pour le premier système, on a S1, le système, dans la première équation. C'est 3x moins 2y est égal à 1. Et la deuxième équation, c'est x plus y est égal à moins 2. On a une tariqa pour nous utiliser la tariqa de ta'ouid. Qu'est-ce qu'il y a? On choisit le majhoul qui a dans le mu'amil de 1. Yani, il n'y a pas de mu'amil 2, 3 ou quelque chose pour qu'il y ait le salaire dans le calcul. Si on calcule x en fonction de y dans la première équation, yani, on calcule x par la y dans la première équation, on va calculer par 3. Parce qu'on va calculer زوج ناقص زوج إيكغاك الجهة الأخرى وخصنا نقسمو على ثلاثة. بغينا نحسبو إيكغاك في المعادلة الأولى بدلالة إكس نفس الشيء، ولكن بالنسبة للمعادلة الثانية سواء اختارينا إكس ولا اختارينا إيكغاك، بغينا نحسبو إكس بدلالة إيكغاك غادي نقلو غي إيكغاك الجهة الأخرى تعطينا موان دو موان إيكغاك. بغينا نحسبو إيكغاك أون فونكسيون دو إكس، يعني إيكغاك بدلالة إكس نقلو إكس للجهة الأخرى تعطينا إيكغاك إتيكال موان دو موان X. يعني نختارو هنا اللي بغينا سواء في البرومير ايكواسيون ف نحسبو اكس بدالة Y ولا Y بدالة X في احدى في المعادلة رقم 2. حنا غادي نختارو جو كالكيل Y اون فونكسيون دو X دون ليكواسيون 2 بيان سور. يعني احسبو Y بدالة X في المعادلة 2 لان قلنا هي اللي سهلة، سواء حسبنا X بدالة Y ولا Y بدالة X في المعادلة 2 راه بحال بحال. يعني pour la première équation, tu prends comme là 3x moins 2y est égal à 1. Oui, là, la deuxième équation, rien qu'on a, x le j'ai à quoi, attendez, y est égal à moins 2 moins x. Attendez, y, c'est une anarchie, c'est une anarchie, x. Donc, on a y en fonction de x. Je n'aurai rien dit, la méthode de substitution. On va substituer y par sa valeur. Je vais remplacer y par sa valeur. دونك كاين ليكواسيون قلنا وحده نحسبو فيها وحده نعوضو فيها. حنا حسبنا في ليكواسيون 2، دونك جو في غومبلاسي ايكغ باغ سا فالور دون ليكواسيون 1، يعني اعوضو ايكغ بالقيمه ديالها في المعادله 1، لان قلنا معادله نحسبو فيها احد المجهولين بدلاله الاخر ونعوضوه بالقيمه اللي لقيناها في المعادله الاخرى. يعني شنو غادي نلقاو بالنسبه لا دوزيام ايكواسيون لا تخوازيام ايكواسيون، يعني لا نوفيل ايكواسيون، تبقى لنا y est égal à moins 2 moins x، يعني غتبقى كما راها. اي لا بروميير ايكواسيون، اون فا رومبلاسي y باغ لا فالور دو موان 2 موان x، يعني غتعطينا 3x موان 2 فاكتور موان 2 موان x est égal à 1. هنا عندنا ان ديفلوبمون، يعني جو في ديفلوبي بور إليميني لي بارونتيز، يعني غادي نديرو عملية النشر باش نتخلصو من الأقواس. 3x moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 2, c'est plus 4. Naqs 2 fi naqs 2, tatana zaid 4. Puis moins 2 fois moins x, c'est plus 2x. Est égal à
ا اي بو اي جاي كتا على موان دو موان اكس قلنا هذه خليوها حتى ثالثه نستعملوها سينيفي كو يعني 3x plus 2x est égal à 5x. L'un livre j'ai à croire qu'à plus 4, d'un âge j'ai à croire qu'à j'en ai moins 4, signifie que 5x est égal à moins 3. Et pour y, y est égal à moins 2 moins x. Signifie que x est égal à combien? X est égal à moins 3 sur 5. Y est égal à moins 2 moins x. Je vais marquer d'abord. On a la valeur de x. خصنا نحسبوا لا فالور ديال y. كيفاش غنديروا نحسبوها؟ قلنا في رومبلاسي جو في سبستيتي x بار سا فالور دون كاين ليكواسيون، يعني غادي نعوضوا x بلا فالور ديالها اي معادله. جو في رومبلاسي جو رومبلاس x بار سا فالور دون ليكواسيون 3، ديك ليكواسيون اللي قلنا غادي تجينا ساهله في الحساب. يعني هنا وعوضوا x بقيمتها في المعادله 3. الان x عارفين شحال تساوي لنا، باقي خصنا نحسبوا y شحال تساوي، يعني خصنا نعوضوا x بالقيمه ديالها في ديك المعادله رقم 3. بالنسبه للجهه الاولى صافي كملنا بها، ما نحتاجوهاش نمسحوها باش نكملوا لا ريزوليسيون سيستم ديالنا. سينيفي كو يعني On a x est égal à moins 3 sur 5, c'est-à-dire bien. Et pour y, quand c'est y, c'est moins 2 moins x. Et je vais remplacer x par moins 3 sur 5. Et on a y est égal à moins 2 moins moins 3 sur 5. Signifie que pour x, toujours c'est moins 3 sur 5, je vais réduire au même dénominateur pour calculer la valeur de y. يعني خصنا نوحد المقامات باش نحسبوا قيمة العدد y. المقام واحد لو دينوميناتور كومان سي دي سي 5، يعني مقام واحد هو 5. جو في ملتيبلي موان 2 بار 5 اي لا ديفيزي بار 5، يعني سي موان 10 سير 5 بلس 3 سير 5 ايتيغال ا موان 7 سير 5. Alors, je vais prendre. Alors, la solution de ce système, c'est le couple. Je vais prendre moins 3 sur 5. Elle a moins 7 sur 5. On a les valeurs de x, moins les joules. Moi, je vais les valeurs de y. Et puis, je vais prendre cette nedma. Je vais prendre 3 à 5. 7 à 5. Je vais prendre la loule. كانت واضحة وكان لنا عدة اختيارات فيها، إما نحسبوا x بدالة y، نحسبوا y بدالة x اللي بغينا. باردون، ندمة يعني لو سيستيم. نمشيو نمسحوا هذا الشيء، نشوفوا دوزيام لو دوزيام سيستيم. أون S2 يعني لا بروميير إيكواسيون سي x موان 2y إتيكال 3، إي لا دوزيام إيكواسيون 2x بلس 3y إتيكال 5. شنو هي اللي غادي تلفت الانتباه ديالنا؟ اول حاجه كتبنا عندها هي ديك الاكس، الكويفيسيون ديالها سي ان، يعني المعامل عندها واحد، يعني ما غاديش تلقى فيها مشكل. الوغ جو في كالكولي اكس اون فونكسيون دو واي دون كال ايكواسيون دون ليكواسيون ان، يعني جو كالكول اكس اون فونكسيون دو واي دون ليكواسيون ان، احسب اكس بدلاله واي في المعادله واحد. شنو غادي نلقى؟ غادي نقل موان 2 واي للجهه الاخرى، غادي نلقى ترجع لنا بلس 2 زي كاك، يعني غادي نلقاو اكس ايتيغال 3 بلس 2 زي كاك. لقينا لا فالور ديال اكس، شنو غادي نديرو؟ حسبنا لا فالور ديال اكس في لا بروميير ايكواسيون، يعني جو في رومبلاسي لا فالور اكس بار سا فالور دون لا دوزيام ايكواسيون. حسبنا قيمة اكس في المعادلة الأولى، يعني خاصني نعوض اكس بالقيمة ديالها في المعادلة الثانية. جو رومبلاس اكس بار سا فالور دون ليكواسيون 2. ديما شوفوا معايا، وحده كنحسبوا فيها ان كوني اون فونكسيون دو لوطخ، وحده اخرى كنعوضوا فيها داك كوني ب لا فالور اللي لقينا. وعوضوا اكس بقيمتها في المعادله 2، شنو تعطينا؟ يعني تعطينا كانت عندنا 2 اكس بلس 3 زي كاك، يعني تعطينا 2 فاكتور. لا فالور ديال اكس شحال؟ 3 بلس 2 زي كاك، يعني 2 فاكتور 3 بلس 2 زي كاك بلس 3 زي كاك ايتيغال 5. يعني غنمشيو نديرو
je vais éliminer les parenthèses يعني خصنا نحذفوا الاقواس الطريقه اللي نحذفوهم par développement يعني غادي نديروا عمليه النشر بالنسبه للمعادله الثانيه 2 x 3 c'est 6 2 x 2 y c'est 4 y donc 6 plus 4 y plus 3 y est égal à 5 يعني درنا عمليه النشر زوج في 3 تعطينا 6 زائد زوج في زوج y تعطينا 4 y زائد ديك 3 y اللي كانت عندنا تساوي 5 signifie que je dois dire donc je vais simplifier deuxième équation غادي نبسط المعادله الثانيه يعني عندنا 4 y plus 3 y تقال 7 y وديك 6 اللي كانت عندنا نقلوها للجهه الاخرى سي موان 6 ترجع لنا ناقص 6 دونك عندنا 4 y زائد 3 y عطاتنا 7 y وديك 6 نقلناها للجهه الاخرى ترجع لنا ناقص 6 يعني بالنسبه ليكواسيون الاولى غتبقى ديما كما راها نمشيو للزوجة 7 y بقات كما هي بسطنا حسبنا 5 ناقص 6 عطاتنا موان 1 signifie que x est égal à 3 plus 2y et y est égal moins 1 sur 7. Et on a multiplié les deux membres dans la deuxième équation par l'inverse de 7. يعني بديك ضربنا طرفي ديك المعادلة الزوجة اللي هي 7 y تساوي لنا ناقص 1 في المقلوب ديال 7 دونك عطاتنا y تقال موانز 1 سور 7 الوغ ملي لقينا الفالو ديال x ديال y شنو خصنا نديرو جو فيغون بلاسي y با سا فالو دونك كال ايكواسيون قلنا ليكواسيون السهلة سي ليكواسيون 3 يعني نعوضو y بقيمتها في المعادلة 3 نمشيو نعوضو y بالقيمة ديالها في المعادلة 3 يعني سينيفي كو كانت عندنا x المعادلة 3 لا تخوزيام ايكواسيون ولا ليكواسيون نيميرو 3 x est égal à 3 plus 2y يعني جو في غومبلاسي y بار موانز 1 سور 7 دونك x est égal à 3 plus 2 fois موانز 1 سور 7 جو في افيكتيي لو كالكول يعني غادي نزلو الحساب الان signifie que x est égal باش نحسبو ثاني بنفس الطريقه شنو غادي نديرو خصنا نوحدو المقامات il faut réduire au même dénominateur le dénominateur commun c'est 7 يعني عطاتنا x est égal à 21 sur 7 plus moins 2 sur 7 يعني هنا شنو خصنا نديرو خصنا نوحدو المقامات باش نحسبو المقام واحد هو 7 3 في 7 عطاتنا 21 21 على 7 زائد 2 في ناقص 1 هي ناقص 2 على 7 21 زائد ناقص 2 تعطينا 19 على 7 21 بلس موان 2 سي 19 سور 7 اي غاك اتقال موان 1 سور 7 الوغ لا سوليسيون دو سيستيم سي لو كوبل بالنسبه لفخ لا فخاز اللي نكتبو في التالي كاين بزاف ديال لي فخاز اللي نكتبوهم ماشي بالضروره نقيدو فخاز وحده يعني سوا الوغ لا سوليسيون دو سيستيم سي لو كوبل 19 سور 7 موان 1 سور 7 ديما نبداو بلا فالور ديال اكس ولا نكتبو لو كوبل 19 sur 7 moins 1 sur 7 est une solution de ce système. يعني نكتبوا الجمله اللي بغينا ولكن ضروري نكتبوا لا فراز فينال بالاضافه لدوك الروابط اللي عندنا بالاضافه لشويه ديال الشرح لان الرياضيات راه ماشي غير ارقام الرياضيات ماشي حافي الرياضيات خصنا نشرحوا خاصه بالنسبه للسيكل الاعدادي وبالتالي حل هذه النظمة هو الزوج 19 على 7 ناقص 1 على 7 قلنا هذه الجملة نقدروا نكتبوا حل هذه النظمة هو الزوج ولا الزوج 19 على 7 ناقص 1 على 7 حل هذه النظمة شو نشوفوا النظمة الموالية هنا لدينا troisième système بالنسبة troisième système ماشي بالضرورة ديما خاصهم يعطيونا ax plus by est égal à un nombre نقدر نجمعهم هنا كاملين في جهة واحدة راه ماشي مشكل كبير وانتم راكم في التاسعة يعني ما خصكمش تلقاو هذا المشكل ولا بحال شي استفسارات لقيتها كسميتو troisième système لقينا فيه دي ديفيكولتي علاش لان نبدل غير شوية عندنا غير ديك بليس دو جات هنا
ردوا على الجهة أخرى كاع إلى حسن الله ونخليوها كاع هكذا ونحسبوا. يعني لا بروميير إيكواسيون دوزيام إيكواسيون شنو غادي ندير؟ نمشي نخليها هكذا ونحسب بها. شنو كنلاحظوا؟ شكون هو الكوني اللي عنده كويفيسيون واحد؟ بور لا بروميير إيكواسيون سي إكس، بور دوزيام إيكواسيون سي إيكغيك. يعني اختار اللي بغيت، إما نحسب إكس بدالة إيكغيك في المعادلة الأولى، ولا نحسب إيكغيك بدالة إكس في المعادلة الثانية. علاش؟ لأن إكس في المعادلة الأولى المعامل ديالها واحد، و إيكغيك في المعادلة الثانية المعامل ديالها واحد. يعني جو كالكيل إكس أون فونكسيون دو إيكغيك دون ليكواسيون، ملي قلت إكس أون فونكسيون دو إيكغيك ستادير غادي نحسبهم في ليكواسيون أن. يعني أحسب إكس بدالة إيكغيك في أي معادلة، في المعادلة واحد. شنو تعطينا؟ إكس غتبقى بلاصتها، 3 إيكغيك غادي نديوها لجهة أخرى ترجع لنا موان 3 إيكغيك، بليس 2 نديوها لجهة أخرى ترجع لنا موان 2، ولا دوزيام إيكواسيون تبقى كما راها. سينيفي كو بالنسبة قلنا 3 إيكغيك نديوها لجهة أخرى ترجع لنا موان 3 إيكغيك، بليس 2 نديوها لجهة أخرى سي موان 2. وبالنسبة لا دوزيام إيكواسيون تبقى كما راها ديما. لقيت لا فالور ديال إكس، شنو غادي ندير؟ جو في رومبلاسي إكس باغ سا فالور دون كال إيكواسيون؟ Dans l'équation 2, parce que j'ai calculé la valeur x en fonction de y dans l'équation 1. Il y a une radin en x pour qu'il m'a dit à la fin de moi à la itnan. Alash, l'innani hsebt x bidalet y fil moi à la wahed. Yanni, بالنسبة لا deuxième équation, on a 3x plus y est moins 2 est égal à 0. Radin en wodo x pour la valeur d'y aller, il y a moins 3y moins 2. Donc, on a 3 facteurs, moins 3y moins 2, plus y moins 2 est égal à 0. Signifie que, le développement, 3 fois moins 3y, 3 fois moins 3y, on a 5y, 3 fois moins 2, on a 6. Mais 3, on ne peut pas faire y. On a le temps, on a le temps, on a moins 9y, moins 6, plus y, moins 2. Je vais simplifier deuxième expression. Il y a une idée que le mot adala est un a, c'est un zaouj. Signifie que, ben c'est pas, le mot adala est un loul, c'est pas comme ça. On a moins 9y plus y, t'as un moins 8y. Moins 6 moins 2, t'as un moins 8. Moins 8 est égal à, moins 8y moins 8 est égal à 0. Donc, je n'en ai pas dit. Ben c'est pas, on a un peu la valeur de y, le mot adala est un zaouj. Il y a une équation du premier degré d'une seule. انكوني يعني دينا انكوني عندها مجهول واحد، يعني عندنا معادله من الدرجه الاولى مجهول واحد اللي هو ايكغيك. نقلو مويت لجهه اخرى ترجع لنا مويت ايكغيك ايتيكالا 8. شنو غادي نديرو؟ غادي نقسمو على موان 8 وغادي نلقاو بلي ايكغيك ايتيكالا 8 سير موان 8 ايتيكالا موان زان. يعني لقينا بلي ايكغيك تساوي 8 على ناقص 8 تساوي لنا ناقص 1. لقينا الفالور ديال إيكغيك، شنو خصنا نديرو؟ لقينا قيمة إيكغيك، شنو خصنا نديرو؟ غادي نعوضو إيكغيك بالقيمة ديالها في أي معادلة، ديما قلنا معادلة بسيطة هي المعادلة رقم 3 اللي حنا جايبينها معانا. جو نبلاص إيكغيك باس الفالور دون ليكواسيون 3، يعني في التخوازيام إيكواسيون، وعوضو إيكغيك بقيمتها في المعادلة 3. ملي غادي نعوضو إيكغيك بالقيمة ديالها في المعادلة 3، غادي يصبح عندنا غير مجهول واحد، عاد ماشي مجهول، بحال غادي نحسبو غير القيمة ديال إكس شحال تساوي. نمسحو هاديك الجهة أخرى الأولى، تعطينا سينيفي كو إكس إتقال موان 3 فو موان زان، لأن لقينا إيكغيك إتقال موان زان، موان 3 فو موان زان سي 3 موان 2، دونك غادي نلقاو بلي إيكغيك إتقال 3 موان 2 إتقال 1، باردون إكس إتقال 3 موان 2 سي 1، إيكغيك أون ديجا إيكغيك إتقال موان زان. ألوغ La solution de ce système, c'est le couple 1 moins 1. وبالتالي حل هذه النظمة هو الزوج 1 ناقص 1. الآن مازال ما لقينا حتى صعوبة. حنا غادي نختاروا ديما المجهول اللي غادي نحسبوا بدالة الآخر اللي يكون سهل في الحساب، ما يكثرش علينا حساب، ما يعطيناش الكسور. يعني نختاروا داك الشيء اللي بسيط. وقلت لكم من الاحسن نختاروا داك المجهول اللي يكون الكويفيسيون ديالو المعامل ديالو هو واحد. ملي نقول واحد يعني ما كاينش كاع الكويفيسيون ما مكتوبش.
يلا نمرو نضم نمشيو لا لا كاتريام ايكواسيون لا لو كاتريام سيستيم باردون بالنسبه لو كاتريام سيستيم قلنا لدينا هنا ثاني بزاف ديال التلاميذ لقاو فيه بروبليم ما عرفتش علاش هاد البروبليم اللي لقاو مشاو يحسبوا ايكال اون فونكسيون دو اكس في لا بروميير ايكواسيون ولكن حنا ملي نبغيو نحسبوا ايكال اون فونكسيون دو اكس يعني خاصنا نحسبوا ايكال خاصنا نلقاو ايكال ايتيغال ماشي موان ايكال ايتيغال بزاف اللي لقاو موان ايكال ايتيغال وكملوا بها وبالتالي قال لك جو في غومبلاسي ايكال با سا فالور ولكن حنا ما لقيناش الفالور ديال ايكال حنا لقينا الفالور ديال موان ايكال وهنا اسهل طريقه غادي نديروها بغيت انا نحسب مثلا ايكال اون فونكسيون دو اكس دون لا بروميير ايكواسيون يعني في المعادله الاولى شنو غادي ندير بلا ما نكتلاصي حساب ونقل زوج اكس للجهه الاخرى ونولي نضرب في موان زان من الاحسن نقل موان ايكغاك لدوزيام مومبر ونجيب الان لو برومي مومبر يعني نقل ناقص ايكغاك للطرف الثاني ونجيب واحد للطرف الاول احسب ايكغاك بدالة اكس في المعادله واحد يعني شنو تعطينا 2 اكس موان زان تقال ايكغاك موان زان موان ايكغاك نقلتها للجهه الاخرى وواحد جبتو للجهه الاولى والمعادله الاخرى بقات كما راها يعني جو كا جو رومبلاس ايكغاك بار زان فالور دون ليكواسيون كا ليكواسيون حسبت ايكغاك اون فونكسيون دو اكس دون ليكواسيون دون لا بروميير ايكواسيون يعني في المعادله الاولى غادي نعوض ايكغاك بالقيمه ديالها في المعادله الزوجه يعني وعوضوا ايكغاك بقيمتها في المعادله 2 انتبهوا معايا الا كانت عندنا ا تساوي بي واش هذا ما يعنيش باللي بي تساوي لنا ا الا كانت عندنا ا تساوي بي فان بي تساوي ا يعني الا كانت عندي زوج اكس موان زائد تقال ايكغاك دونك نقدر نكتبها ايكغاك تقال 2 اكس موان زا هذه معروفه ا تقال بي سينيفي كو بي تقال ا يعني جو رومبلاسي اكس با سا فالور دون لا دوزيام ايكواسيون يعني غادي نعوض اكس بالقيمه ديالها في المعادله 2 عطاتنا زوج كانت عندنا زوج زائد زوج ايكغاك و ايكغاك تساوي لنا زوج اكس ناقص واحد يعني بالنسبه للجمله ديال العربيه عوضوا ايكغاك بقيمتها في المعادله 2 ماشي اكس بقيمتها في المعادله 2 يعني عندنا ايكغاك ايتيغال 2 اكس موان زان وغادي قلنا غادي نديرو عملية النشر باش نديرو دوك إزالة الأقواس اللي عندنا تما تعطينا زوج ها هي زوج زائد اثنان في اثنان إكس تعطينا أربعة إكس زائد اثنان في ناقص واحد تعطينا ناقص اثنان تساوي أربعة إكس يعني تعطينا إيكغاك تساوي اثنان إكس ناقص واحد تبقى كما راها زوج دو موان دو سي زيرو وتعطينا 4x ونجيب عندها 4x اللي كاينه في الدوزيام مومبر تعطينا 4x موان 4x ايتيغال 0 يعني هنا غادي نلقاو بلي عندنا ايكغاك ديجا تساوي لنا 2x موان زان ولتحت نلقاو 0 ايتيغال 0 x ما بقاتلناش الريزلت فينال اللي لقيناها ريزلت لوجيك يعني 0 تساوي لنا 0 يعني غير بوحدنا نشوفو هاد المعادلة الثانية ملي كانت عندنا المعادلة من الدرجة الأولى من مجموع واحد ونلقاو النتيجة المنطقية في التالي نقول جميع الأعداد الحقيقية تولي نوم غيال سون دي سوليسيون دو سات إيكواسيون يعني جميع الأعداد الحقيقية حل هذه المعادلة ولكن هنا جاء أن سيستام لقيت صفر تساوي صفر يعني لا فالور ديال إكس غادي تكون متغيرة جميع الأعداد الحقيقية تقدر تاخذها إكس إلا مثلا إكس كانت تساوي لنا صفر غادي نلقاو واحد لا فالور ديال إيكاك سي موان زان يعني جو في غومبلاسي اكس با زيرو تقال موان زان الا كانت اكس تساوي واحد غتعطينا الفالور ديال ايكاك سي ان هادي الا عقلتو هاد الخدمة فين كنا نديروها كنا نديروها في البادية ديال هاد الدرس ملي كانت عندنا كنا ندورو على لي سوليسيون دين ايكواسيون او دي برومي دين ايكواسيون دي برومي دوغري ا دو زانكوني وشنو قلنا في التالي قلنا ليكواسيون دي برومي دوغري ا دو زانكوني سي تين ايكواسيون دين دروات يعني بالنسبه لهذه الحاله هذه غادي يكون عندنا الوغ
tout point appartient à la droite de l'équation réduite y est égal à 2x moins 1 est solution de ce système. وبالتالي حلو عفوا اذا كل نقطه تنتمي مستقيم ضمن المعادله المختصره y تساوي 2x ناقص 1 حل لهذه النظمه. يعني هنا غادي نلقاو اللي عندها بزاف ديال الحلول ولكن ما يمكنش نقول كاع الاعداد كذا لان راني خدام انا في المعلم ومعلم من كسميتو من محورين متعامدين يعني مانيش خدام على مستقيم مدرج. من بعد عاد غادي تشوفوا مثلا شنو كنعنيو بالمعلم الى اخره. يعني في هذه الحالة هذه قلنا الحلول ديال هذا النظمة هي عبارة عن مستقيم لكن ماشي أي مستقيم كان مستقيم اللي خرجنا ليكواسيون ريدويت ديالو المعادلة المختصرة ديالو اللي هي إيكغاك تساوي 2x ناقص 1. هذا بالنسبة لكتقييم السيستم. جميع النظمات اللي كانوا عندنا هنا مهم الأغلبية توفقوا في الثلاثة الأولى. النظمه الرابعه هي اللي كان فيها واحد امتي بروبليم ولكن وصلوا ديك النتيجه ديال y تساوي 2x ناقص 1 الاغلبيه وصفر تساوي صفر غير بالنسبه للتاويل ديال هذه النتيجه وعاديه عاديه جدا. علاش؟ لان اول مره نشوفوا نظمه بحال هذا الشكل. دروك باقي لنا نمشيو نشوفوا اذا كاين شي طريقه اخرى ديال حل النظمات. يعني نمشيو نتعرفوا على المهم نكملوا الدرس ديالنا ريزوليسيون دي سيستم. شوفوا شي مثال اكزومبل اون كونسيدير لو سيستم سويفون نعتبروا النظمة التالية. عندنا سو سيستم اللي غادي يعطيونا ان سيستم خصنا نشوفوا الطريقه الا كاين شي طريقه اخرى باش نديروا الحل ديالو. عندنا لو سيستم اس سي موان 2 اكس بلس 2 واي ايتغال ا موان 2 اي 2 اكس بلس باردون 2 اكس موان 3 واي ايتغال ا 1. هنا شنو كنلاحظوا؟ نشوفو نفكرو الى لقينا شي طريقة باش نديرو الحل ديال هاد لو سيستم. عندنا موان 2x بليس 2y ايتيكال موان 2 عندنا ناقص 2x زائد 2y تساوي ناقص 2. في المعادلة الزوجة عندنا 2x ناقص 3y تساوي 1. تسنى عندنا موان 2x بالنسبة لا بروميير ايكواسيون وعندنا 2x بوغ لا دوزيام ايكواسيون. عندنا ناقص 2x في المعادله الاولى وعندنا 2x في المعادله الثانيه. زوج ناقص زوج عددان متقابلان 2 اي موان 2 سي دو نومبر اوبوزي لا سوم دو نومبر اوبوزي تيكالا 0 مجموع عددان متقابلان يساوي لنا 0. ايوا خصني نفكر في شي طريقه باش ندير الجمع ولا لان الجمع هو اللي عطاني الصفر باش نتخلص من اكس. يعني شنو غادي ندير؟ اون اجوت membre à membre les deux équations du système pour éliminer x. يعني غادي ندير المجموع المعادلتين طرفا بطرف علاش باش نتخلص من x. والقاعده اللي استعملتها هنا شنو هي؟ هنا باغ اكزومبل الا كان عندي a ايتغال ب c ايتغال d عندي دو زياليتي المهم بروميير مومبر ديالهم بزوج بالنسبه première égalité c'est A, deuxième égalité c'est C. Bensba, le deuxième membre, on a pour la première égalité c'est B et la deuxième égalité c'est D. Donc, dans le on a la somme des deux égalités membre à membre. Yani, taraf, B, taraf. Yani, fait le halal, il y a la britannique, mais je n'ai pas tatana. A tatana, A plus C est égal à B plus D. Et on a dit, on a pas le mot de saouillette. وطبقناها حتى على المتفاوتات حتى على لي زينيكواسيون لي زينيكاليتي دونك نقدروا نطبقوها على لي زيكواسيون. دونك لو بروميير مومبر شكون هو؟ سي موان 2x بليس 2y بور لا بروميير ايكواسيون. دوزيام مومبر سي موان 2 بالنسبه لا دوزيام ايكواسيون. لو بروميير مومبر
c'est 2x moins 3y. Et le deuxième membre, c'est 1. Et je radine dielo. Radine dielo. Le premier membre dans la première équation, plus le premier membre de la deuxième équation est égal le deuxième membre de la première équation plus le deuxième membre de la deuxième équation. يعني درت الطرف الاول ديال المعادله الاولى زائد الطرف الاول ديال المعادله الثانيه يساوي لنا الطرف الثاني ديال المعادله الاولى زائد الطرف الثاني ديال المعادله الثانيه. غادي نمشيو نديرو ازاله الاقواس ونبسطو الطرف الثاني. انا لي بارونتيز سون بريسيدي بار لو سين بلس يعني غير شونجي جو في غيان شونجي. يعني هنا الاقواس مسبوقه باشارات زائد بزوج بهم يعني حتى حاجه ما تصير نقلها الاقواس عادي. شرط عطانا موان 2x بلس 2y بلس 2x موان 3y يتقال موان 1. ملي جبت ديك موان 1 موان 2 بلس 1 يتقال موان 1 سينيفي كو. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نبسط. عندي موان 2x بلس 2x يتقال 0 غتمشي. عندنا 2y موان 3y يتقال موان y ولقيت موان y يتقال موان 1. دونك y يتقال كومبيان؟ خصنا ديك الموان ما تبقاش. كيفاش الموان ما تبقاش؟ يعني جو في ملتيبلي دو مومخ باغ موان 1. عندنا ناقص y تساوي ناقص 1 يعني خصني نتخلص من ديك الناقص. شنو غادي ندير؟ غادي نضرب طرفين متساوية في ناقص 1 تعطينا y تساوي 1. دونك y إتقالا 1. لقيت الفرق ديال y تساوي لنا 1 ولكن بقيت غير مجهول 1 المجهول الزوج كي غادي ندير القاعه. استنى وانا منين حسبت قبيله جمعت المعادلتين بزوج يعني ما كنتش مرتبط غير بمعادله وحده ماشي بحال التعويض ماشي بحال لا ميثود دو سيبستيتيسيون. يعني شنو خصني ندير باش نحسب اكس؟ جو في رومبلاسي اي غاك با سا فالور دون نيمبورت كال ايكواسيون سوا لا بروميير او لا دوزيام ايكواسيون. يعني غادي نعوض اي غاك بالقيمه ديالها سواء في المعادله الاولى ولا المعادله الثانيه بحال بحال ماشي بحال طريقه التعويض. يعني شنو غادي ندير هنا؟ نختار السهلة فيهم. ها هنايا بحال بحال ما كاين لا سهلة لا صعيبة. يعني نختار وحدة فيهم نحسبو على 10 اللي جات فيها 10 نخدمو بها ولا نديرو حادي بادي يلا. المهم حنا غادي نختارو وحدة الله الله في نظركم انا هي اللي غادي نختارو المعادلة الأولى ولا المعادلة الزوجة؟ يلا جو غومبلاس إيكغيك با سا فالور دو ليكواسيون لي بغينا دو ليكواسيون 2. علاش خسرنا الزوج؟ بحال واحد بحال الزوج خسرنا غير على الله. يعني وعوضوا y بقيمتها في المعادله 2. علاش؟ باش غادي نحسبوا القيمه ديال x. يعني بالنسبه ناخذوا المعادله اللي احنا خدامين بها 2 x ناقص 3 y تساوي 1 و y لقيتها تساوي 1 يعني غادي نعوضها بواحد. تعطينا 2 x ناقص 3 في 1 تساوي 1. وهذه هي معادله من الدرجه الاولى من مجهولين 1 يعني ايكواسيون دي بروميي دوغي ا ان ان كون. كيفاش نديرو الحل ديالها؟ سهله وبسيطه. سينيفي كو 2 x موان 3 ايتقال 1 يعني 2 x ناقص 3 تساوي 1. ديك موان 3 نديوها لجهه اخرى يعني ديك ناقص 3 نديوها لجهه اخرى تعطينا سينيفي كو 2 x ايتقال 1 بلس 1 بلس 3 signifie que 2x est égal احنا نحسبوا حنايا حساب اللي يلاه بداو الحساب نورمالمون هاد الشيء خصنا نديرو بالزربه. signifie que 2x est égal à 4 donc x est égal à combien? x est égal à 4 sur 2 et 4 sur 2 est égal à combien? يعني غادي نلقاو x تساوي لنا 4 على 2 و 4 على 2 شحال تساوي؟ تساوي لنا 2. لقينا x شحال تساوي كان لقينا y شحال تساوي. الوغ شنو بقى لنا؟ بقات لنا لا فراز فينال. الوغ لا سوليسيون دو سو سيستيم سي نبداو بلا فالور ديال x بطبيعه الحال لان قلنا ديما نبداو x هو لابسيس اي y هو لوردوني يعني x هو الافصول y هو الارتوم. الوغ لا سوليسيون دو سو سيستيم سي لو كوبل دو 1 وبالتالي حل هذه النظمه هو الزوج 2 1. يعني بالنسبه هاد النظمة هادي هي هادي. شفنا طريقة أخرى
ولكن تسنى هالطريقه زعما غير ملي يكون عندنا زوج ديال لي زانكوني في كيسميتو زوج ديال عندهم دي كويفيسيون اوبوزي هي اللي نستعملوها زعما حنا غادي نديرو طريقه كامله غير بالنسبه لهاد الحالات وقليه في غادي نلقاو تمارين دي سيستم فيهم لي كويفيسيون ديال ميم كونديسيون اوبوزي بعد هاد الطريقه كيسميتها خصنا نعرفو سميتها هي الاول هاد الطريقه كتسمى لا ريزوليسيون بار لا كومبينيزون لينيير يعني ريزوليسيون بار ريزوليسيون دي سيستم بار لا ميثود دو كومبينيزون لينيير يعني الحل بطريقه التاليفه الخطيه نشوفو شي مثال اخر باش نشوفو واش هاد القاعده ولا هاد الطريقه هادي كتصلح لنا غير في هاد النظمات والا ما كانوش هكذا غنمشيو نشوفو اكزومبل اخر يعني اكزومبل 2 نختارو شي سيستم مثلا اللي يكون فيه شويه ديال الخدمه اللي ما يكونوش عندهم كسميتو لي كويفيسيون اوبوزي ديال ميم كوني علاش لا اون كونسيدير لو سيستم سويفون نشوفو هاد السيستم اللي غادي ينزل علينا كيفاش نعتبر النظمه التاليه يلا فهذا كان ماشي ايوا يلا بدا يتبعني بالزربه 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 فين غاديه اشتيناها 4x plus 3y moins 6 est égal à 6 يا ربي تكون عندنا موان 4x ولا موان 3y باش تجينا ساهله في الحساب فينا عاد ما يفكر ايوا ها هما بداو لنا بالسميه سموها ليكواسيون نيميرو 1 الزوجة ليكواسيون نيميرو 2 ساهله هادي ديجا عرفناها on multiplie les deux membres de la première équation par 3 et ceux de la seconde par moins 4. Alors, 4x plus 3y est égal à 6. On a 3x plus 7y est égal à moins 5. Je vais vous mettre des jumelles sur le cas de l'arbia. Notre ébou, طرفي المعادلة 1 في 3 وطرفي المعادلة 2 في ناقص 4. علاش خصنا نعرفو علاش عندنا 4x زائد 3y تساوي 6 عندنا 3x زائد 7y تساوي ناقص 5 ضربنا في 3 تعطينا بعدا 3 في 4x 12 3 في 3y 9y ها الا ضربت الطرف الاول حتى الطرف الثاني خصنا نضربو في 3 6 في 3 18 و قلنا 12x 9y 18 ونضربو دوزيام ايكواسيون لي دو مومبر بار موان 4 ونضربو طرفي المعادلة الزوجة في ناقص 4 ناقص 4 في 3 اكس ناقص 12 في الأولى لقينا 12 اكس وهادي لقينا ناقص 12 اكس يعني إلا عطاونا دو زيكواسيون مكانش عندهم مثلا لي كويفيسيون اوبوزي بوغ لو ميم انكوني لا ميم انكوني في شي اكس ميتو سواء الاكس ولا الايكغيك ولا نامبورت كان انكوني كما بغاو يسميوه نقدروا حنا نلقاو دي نامبر اوبوزي والله الا زينه هادي يعني شنو غادي نديرو قلنا غادي نضربو لي دو مومبر دون بروميير ايكواسيون بار 3 اي لي دو مومبر دون دوزيام ايكواسيون بار موان 4 يعني غادي نديرو 3 فاكتور 4x بلس 3y ايتيغال 3 فوا 6 يعني 3 عامل 4x زائد 3y تساوي 3 في 6 وبالنسبه لا دوزيام ايكواسيون قلنا غادي نضربو في موان 4 عطاتنا موان 4 فاكتور 3x بلس 6y ايتيغال موان 4 فوا موان 5 مزيان شنو نحسبو نشوفو داكشي اللي كنا حسبناه قبيله في السماء واش هو هذاك 3 فوا 4x تعطينا 2x بلس 3 فوا 3y سي 9y ايتيغال 18 وبالنسبة للزوجة موان 4 فوا 3x سي موان 2x بلس 7y فوا موان 4 موان 28y ايتيغال موان 4 فوا موان 5 سي 20 ايوا صافي دروكا حنا لقيناها واخا ما عطاوناش هما بلي كسميتو دو زانكوني يعني ميم انكوني بحال اكس مع اكس ولا ايكغيك مع ايكغيك يكون عندهم ميم دي كويفيسيون اوبوزي نقدروا نلقاوهم ساهله اصحاب شي حاجه صعيبه في الاول يعني حتى هاد لا ميثود ساهله يعني هاد لا ميثود ولا الاولى بصوش بحال بزاف ساهلين الاولى كنا نستعملوها الا كانوا عندنا عدد باين وبساط
هذه تاني استعملناها وغادي نشوفو في التمارين ديال الدم في ليزيكسيس دو سانتيز في لاسيد سانتيز. ما غادي نشوفو بزاف ديال الامثله ونعرفو وقتاش تكون التعويض هي السهله لا سبستيسيون ولا وقتاش تكون لا كومبينيزون لينيير هي السهله يعني التاليفه الخطيه هي السهله. دونك شنو بقى لنا نديرو؟ اون ماجوت مومبر ا مومبر دي دو ايكواسيون بور اليميني لو اكس يعني باش نتخلصو من اكس وناجوت مومبر ا مومبر les deux équations du système ainsi obtenues. يعني هنا ماشي غير دوك المعادلتين، المعادلتين المحصل عليهما. يعني نجمع طرفي المعادلتين النظمة المحصل عليهما طرفا بطرف للتخلص من لنتخلص من x. يعني غادي نجمع الطرف الأول بحال اللي درنا في المثال رقم واحد. شنو غتعطينا؟ دو بروميير نومبر دو لا بروميير ايكواسيون يعني الطرف الاول ديال المعادله الاولى 12x بلس 9y بلس الطرف الاول ديال المعادله الثانيه موان 12x موان 28y اتقال 18 بلس 20. فاليميني البارونتيز غادي نحذفوا الاقواس مسبوقه باشاره زائد يعني حتى حاجه ما تتغير نمشيو نقلعوا غير الاقواس وصافي. تعطينا 12x بلس 9y موان 12x موان 28y اتقال موان اتقال 38. نمشيو نبسطو بعدا اول حاجه 12x موان 12x غتمشي لا سوم دو دو نومبر اوبوزي تيكال زيرو مجموع عددان اللي هما مجموع عددان متقابلان كيساوي لنا صفر وتبقى لنا هنا في y موان 28y شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا موان 19y تيكال 38. بون كالكيلي y فو اليميني موان 19 يعني باش نحسبو y خصنا نتخلصو من ناقص 19 غادي نضربو في المقلوب ديالها دونك غادي نلقاو بلي y تيكال 38 سير موان 19 ات ايكال موان 2 زعما فرحان كبرت هاد الكتبة هادي لقيت ايكغيك شحال تساوي ايكغيك تساوي لنا ناقص 2. شنو باقينا نديرو؟ قلنا في طريقة التأليف الخطية لا كومبينيزون لينيير ملي نلقاو واحد نكوني نعوضو في المعادلة اللي بغينا سواء ليكواسيون 1 ولا ليكواسيون 2 اللي بغيناها. ايوا دابا نختار واه نختارو الساهلة ولكن هنا راهم بحال بحال. Je remplace y par sa valeur dans quelle équation? L'équation 1. L'exemple où on a fait l'équation 2. On a fait l'équation 1. Mais allez. Il y a un y par la prime de la moadala. Wahid. Il y a un y par la prime de la Wahid. Il y a un moadala. Il y a un x زائد 3 y تساوي 6. Il y a un moadala x زائد 3. بلاص y غادي نكتبو ناقص 2 يعني 3 في ناقص 2 تساوي 6 وهذه معادلة من الدرجة الأولى من مجهول واحد. نمشيو نحسبو تعطينا 4x بليس موان 6 هي موان 6 إتيكالا 6 نقلو ديك موان 6 للجهة الأخرى تعطينا 4x إتيكالا 6 بليس 6 إتيكالا 12 يعني غادي نلقاو بلي 4x إتيكالا 12 وبغينا نحسبو حنا x يعني غادي نتخلصو من ديك الربعة غتعطينا x est égal 12 sur 4 و 12 sur 4 est égal à combien هادي كلشي خصنا نكونو عارفينها. دونك x est égal à 12 sur 4 est égal à 3 لقينا الفالو ديال x لقينا الفالو ديال y شنو بقى لنا؟ بقى لنا الفخاز فينال نمسحو الجهة الأولى كالعادة ونمشيو. ألوغ لا سوليسيون دو سيستيم سي لو كوبل كال كوبل 3 موان 2 إيه وبالتالي حل هذه النظمة هو الزوج 3 ناقص 2 يعني بالنسبة لوبجيكتيف ديال الطريقة الطريقة لا كومبينيزون لينيير يعني طريقة التأليف الخطية شنو هو؟ خاصنا نشوفو نبحثو نضربو في شي عدد مثلا المعادلة الأولى الطرفين ديالها بزوج وشي عدد نضربو في المعادلة الثانية الطرفين ديالها بزوج بحيث الاختيار ديال العددين خاص يكون عندنا اما المعاملين ديال x في المعادله الاولى والمعادله الثانيه عددان متقابلان ولا معاملين ديال y في المعادله الاولى او المعادله الثانيه عددان متقابلان باش ملي نجمعوا معادلتين طرفا بطرف نتخلصوا من احد المجهولين ومن بعد غادي تبقى لنا معادله من درجه اولى مجهول واحد نحسبوا القيمه ديالها ملي نلقاو القيمه نعوضوا اما في المعادله الاولى ولا المعادله الزوجه اللي جاتنا سهله في الحساب ولا نختاروا اللي بغينا المهم في غادي نلقاو نفس النتيجه سواء في الاولى ولا الثانيه. الان هذه هي لا دوزيام ميثود دو ريزودر لي سيستيم يعني هذه هي الطريقه الثانيه لحل النظمات. كنا شفنا الطريقه الاولى قلنا هي طريقه التعويض لا ميثود دو سبستيسيون
الطريقه الثانيه هي طريقه التاليفه 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 الخطيه نعقلوا على سميتها مزيان باش ما خلطاش مع سميه اخرى غادي نشوفها من بعد ثم بالنسبه يعني لا دوزيام ميثود سي لا ريزوليسيون دي سيستيم بار لا ميثود دو كومبينيزون لينيير كل وحده الطريقه ديال الخدمه ديالها كل وحده وكسميتو ولا يعني كل وحده فين غادي نستعملوها كاين بعض المرات غادي نلقاو واحد السيستيم نقدروا نختاروا لا ميثود دو سبستيتيسيون ولا طريقه التعويض هي السهله هي اللي غتجينا سهله كاين بعض المرات دي سيستيم غادي نلقاو فيه بان طريقه التاليفه الخطيه لا كومبينيزون لينيير هي السهله ما نقول لكم غادي تجي لا سيري دو سانتيز اللي غادي نديروها في التالي غادي نشوفوا بزاف ديال الحالات وغادي تما ملي غادي نعطيو اكزرسيس باغ اكزومبل يقول لك ريزودغ الجيبيريكمون لي سيستيم سويفون يعني حل جبريا انا المات التاليه تما عندنا زوج ديال الاختيارات اما لا ميثود دو سبستيتيسيون يعني طريقه التعويض واما الطريقه الثانيه اللي شفنا في هذه الحصه هذه طريقه التاليفه الخطيه لا كومبينيزون لينيير نمشيو نشوفو الان ابليكاسيون التطبيق ريزودغ لي سيستيم سويفون باغ لا ميثود دو كومبينيزون لينيير هنا فرضوا علينا لا ميثود اللي غادي نستعملوها حل النظمات التاليه باستعمال طريقه التاليفه الخطيه يعني هنا مفروض علينا وكنديرو مثلا طريقه التعويض لا ميثود دو سبستيتيسيون راه كلشي هنا غلط دونك بويسكو مفروض علينا الطريقه خصنا نتبعوها اما لو كنقولو لا نروحو جبريا باش نديرو الحل الجبري عادي نختارو اما الاولى ولا الزوجه ولكن دابا مفروض علينا لا ميثود سيستم الاول دوزيام سيستم تخوازيام سيستم كاتخيام سيستم سانكيام سيستم المرة فايتة كانو غير ربعة واليوم ستة بزاف شوية ستة ها ما عليناش باش نديرو شوية نسخنو شوية بشوية ها ما عندنا ستة ديال السيستم ها ما عندكم الوقت الكافي غتخدموهم على خاطركم ونتمنى بعد الشرح ديال هاد الحصة هادي يكون واضح الحاجة اللي ما فهمتوهاش يمكن لكم تتصلوا بيا الوقت اللي بغيتو وغادي نتسنى الأجوبة ديالكم راه الحمد لله عدد كبير ديال التلامذة راهم يصيفطوا لي الأجوبة والحمد لله عدد كبير ديال التلامذة راهم يتوفقوا في الأجوبة ديالهم سواء بالنسبة للغة العربية ولا اللغة الفرنسية عاد بزوج بهم تبارك الله عليهم ونطلبهم الله تعالى يوفق الجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبر سني وانقطاع عمري اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وثبتني وثقل الموازين وحقق إيماني.